قالت مديرية الصحة في إدلب أن هناك انتشارا واسعا لمتحور أوميكرون في إدلب، وذلك بعد أن كانت أعداد الإصابات تختفي في المنطقة، ولا تعلن شبكة الإنذار المبكر سوى عن 2 إلى 3 إصابات في المرات السابقة. اليوم بدأت هذه الإصابات بالارتفاع ووصلت إلى أكثر من 300 إصابة بكورونا وأوميكرون في المنطقة بشكل عام. وقالت مديرية الصحة أن نتائج التنميط الجيني أظهرت وجود المتحور الجديد أوميكرون في العينات التي أخذت من منطقة شمال غرب سوريا في إدلب وريف حلب، وذلك في حوالي 65% من العينات التي خضعت للتنميط الجيني طبعا. وأوضحت مديرية الصحة أن هذه النسبة تمثل مدى انتشار المتحور أوميكرون في المنطقة، وهو ما يعني ما يفسر سبب الارتفاع المتزايد لأعداد الإصابات، كون المتحور أوميكرون يتميز بسرعة انتشاره مقارنة بالمتحورات السابقة. مؤسسة الدفاع المدني قالت أن الجهات الطبية في شمال غرب سوريا أكدت تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون شديد العدوى في المنطقة، وأوضحت أن المتحور ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء فيروس كورونا، وأشارت إلى أن أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غرب سوريا، بينهم أكثر من 1.5 مليون في المخيمات، أمام خطر من هذا المتحور الجديد، خاصة أن القطاع الطبي في منطقة إدلب ومناطق شمال غرب سوريا بشكل عام يعاني من انقطاع الدعم منذ فترات طويلة، وأيضا يعني هناك ضغط كبير جدا على المشافي الموجودة في المنطقة. أحمد أمين، مدينة إدلب، تلفزيون سوريا.